أنا معاك في كل اختياراتك، بس المهم تكوني واضحة وصريحة مع نفسك. صعب، صعب قوي يا أحمد أسيب بيتي. ده بيتي اللي عمله لي رياض، وإذا أنا سبته إزاي ولاده يسيبوه؟ وبعدين عايزني أجي أقعد عندكم أنا وتلات عيال، مش معقول. لا من ناحية دي ما يهمكيش، أنا المهم عندي تكوني أنت مستريحة. وعشان أنا استريح هتعب غيري. يا ست إحنا مش هنتعب، إحنا أهلك يا نبيلة، ملناش غير بعض. تعب إيه اللي بتتكلمي عليه؟ طب والست المسكينة اللي قلبها انكوى دي، إزاي أخد منها الذكرى الوحيدة اللي باقيه لها من ابنها؟ أقول لها إيه؟ معلش عن إذنك دلولاتي هاخدهم وأمشي؟ لا يا أحمد أنا ما أقدرش أعمل كده. أنا جربت غلاوه الضنا، مع الفرق إن رياض كان راجل وكان كل حاجة لينا كلنا. طول عمرك أصيلة وعاقلة يا نبيلة، ربنا يكرمك. كمان العيال محتاجين لها يا أحمد، بكرة يكبروا ويحتاجوا ستهم ويحتاجوها تصرف عليهم. ما أقدرش أبعدهم عنها ولا أزرع الأسوأ في قلوبهم ناحيتها. صح كل كلامك صح، بس انتي أنا خايف عليك انتي. لا ما تخافش، رياض كان موصيني قبل ما يموت على أمه، وأنا هنفذ وصيته لآخر نفس في حياتي. أنا لازم أريحه زي ما هو كان بيعمل كل حاجة عشان يريحني. خدي شربي بقى الليمون ده علشان يسند قلبك ويروق دمك. أنا قلتلك مش عايزة ليمون، عايزة فنجان قهوة. بقولك عندي صداع. حاضر اشربي الليمون ده على بال ما أعملك القهوة. قلتلك مش عاوزة، راسي هتنفجر. على فكرة يا فاطمة انت بقيتي تتعبي قلبي أكتر من الأول بكتير. أنا خايفة عليك وخايفة على تعب قلبك. أنا تعب القلب هيسيبني، بالذات بعد موت رياض. خلاص بقى مكتوب عليا. ما تقوليش كده، ده حكم ربنا. ونعم بالله يا ربي، واحنا لازم نرضى بحكمه. شد حيلك، واللي محتاجينك كتير، ولادك محتاجينك، ومراد سرياد الله يرحمه، وبناته، واللي لسه جاي في السك. وانا شغل تفكير غير هم دول. ربنا يخليك ليهم. هو انت هتخليهم محتاجين حاجة؟ مش على كده يا فاطمة، انا بفكر في موال تاني خالص. موال ايه بس؟ بتفكري في ايه؟ قوليلي. نبيلة. مال؟ شابة وصغيرة وحلوة، تفتكر هتفضل قاعدة كده؟ قاعدة كده؟ قاعدة كده ازاي يعني؟ من غير جواز. جواز؟ يا عيب الشوم، هو في واحدة يا اختي تفكر في الجواز وجوزها لسه ما ربعانش؟ لا لا لا، ست نبيلة ما تعملش كده أبدا، دي عاقلة وأصيلة. عاقلة وأصيلة اه، نضمن منين انها هتفضل كده؟ ده عيالها لسه لحمة حمرة، ازاي تفكر في الجواز؟ ده قدامها موال طويل، على بال اللي في بطنها ما يشد حيله. طب وفريدي رمت للعيال وراحت تشوف حالها، هعمل انا ساعتها ايه؟ ولا خدت ولادها وراحت عند امها، اعمل ايه؟ وبعدين دمهم يعني الحضانه ليها؟ قولي لي اعمل ايه يا فاطمه؟ يا ضنايا دي اوحي من حبيبتي، اطلب احمد يوديها المستشفى. الحمد لله على سلامتك يا ضنايا. الله يسلمك يا امي. ولا بركه انك قمتي بالسلامه، جبت لنا رياض الصغير. تعيش يا ماما، اديني رياض يا امي. حاضر يا حبيبتي من عناي. سامي بسم الله الرحمن الرحيم. شايف يا حسام؟ الله ده زي القمر. الله اكبر، وريني كده يا شيخ. حرام عليك، قمر ايه وبتاع ايه؟ ده قمر بالستر. اسكت. صح عليك يا احمد، ده قمرين مش قمر واحد، ده كله رياض صوره منه. وبعدين كفايه ان حته منه هتبقى عايشه معايا. بص يا ماما، امال يعني كمان بذمتك مش حته من رياض الله يرحمه. هات يا ابو البركه. بسم الله الرحمن الرحيم. سمي يا بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. حي اللي خلف ما ماتش، ان شاء الله يطلع زيه في كل حاجه يا رب. وانا طول يطلع زي ابوه الله يرحمه. ان شاء الله تشوفيه زيه واحسن كمان. العمر الطويل ليه، صوابع ايديه وصوابع رجليه شكل ابوه بالظبط. يا ماما حرام عليكي، لحقتي تنقري شكل صوابع ايديه ورجليه. امال ايه؟ العيل اول ما ينزل نفتش فيه كويس عشان نطمن ان ما تكونش فيه حاجه معطوبه. معطوبه؟ هو قفص حرنكش. ابن رياض لا يمكن يبقى فيه عيب، هو كل من خلف يقول خلفت.
ده زنت الشباب وزنت الرجاله. الله يرحمه ويحسن اليه. يعني خلاص يا بلبله اعمل شهاده الميلاد، استقريت على اسم رياض مش كده؟ طبعا رياض. ايه ده عايزه كلام؟ ايوه رياض. رياض يوسف، بس ادعي ربنا يطلع زيه. يا رب يا بلبله ينولك كل اللي تتمنيه ويخلي رياض ونشوفه زي ابوه بالظبط. يا ترى لما تعرف ان انا السبب في موت ابوك هتحبيني ولا هتكرهني؟ اكيد الناس هيقولوا لك ان انا بعت مشوار الموت ده وسممته بالكلام وخليته يسافر غصب عنه ودمه متعكر، بس والله ما كان قصدي. انا قلت له ما تسافرش على اساس هيسافر الصبح. والله ده اغلى من ضيع عينيا، ده حبة قلبي من جوه جايز يرضى عني ويسامحني جايز. بسم الله ما شاء الله، رياض وهو صغير بالظبط. والله يا عمي انا بفرح قوي لما حد بيقول لي كده. مش بيقولوا برضو اللي خلف ما ماتش؟ ربنا يخليه ويبارك لنا فيه ويوصل فيه اللي انقطع بموت ابوه. امين يا رب. وحضرتك صحتك عامله ايه؟ نحمد الله على كل شيء يا ابني. والله يا احمد كان دايما بيجيب في سيره حضرتك ويقول الاستاذ يوسف ده استاذنا ومثلنا العالي. ده حتى كان شايل هم حضرتك بعد موت الله يرحمه رياض، وكان بيقول انا خايف على صحه الاستاذ يوسف من الزعل. الحمد لله على كل حال، الحياه ما بتوقفش لفقدان عزيز مهما كان. الحياة لازم تمشي ودي إرادة ربنا. أحمد بعتبره زي ولادي بالظبط، ربنا يخليه ويبارك فيه. ده شرف كبير ليا يا أستاذ يوسف. وزي ما دمك ده يا عمي. سلم عليكي، نفسها تجيلك بس أنت عارفة حكاية صعبة. أنا عارفة يا عمي، بس هي والله ما قصرتش، دايما بتطمن عليا وبتسأل عليا في التليفون. ست كلها ذوق ورق، ربنا يخليها لك يا رب. ده من أصلك يا نبيلة. ربنا يخليك يا عم. وسلوى أخبارها إيه؟ تسلم عليكي، أعملي حسابك لما تشد حيلك شوية تجيبي الولاد وتيجوا عندنا تقعدوا كام يوم في البيت عشان نفرح بيكم. يا خبر أبيض، أنا والجيش بتاعي ده كله وكام يوم يا عمي؟ لا ده احنا نعمل لكم رستان في البيت كده. هيبقى أحلى مرستان اللي يعملوه ولاد ابني. أيوة بس يوم واحد معلش، لكن كام يوم دي صعبة شوية. الله، انا مش من حقي اشبع بولاد رياض. ازاي بقى؟ ده حضرتك ليك الحق كله. ده انت الكل في كل يا عمي. ده حضرتك الخير والبركه قمار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا يا ماما، اتفضلي. لا مؤاخذه ما كنتش عارفه ان عندكم ضيوف. هو الاستاذ يوسف برضو ضيف؟ هات ياخت ابن ابني، هات اخش بيه جوه عشان اشبع منه قبل ما انزل اروح شغلي. حاضر يا ماما دقيقتين بس، اصل عمي كان جاي مخصوص عشان يشوفه. الكلمه هنا كلمتي انا، فاهمه ولا مش فاهمه؟ معلش يا نبيله اديها يا بنت الولد عشان تسكت. عموما انا كنت ماشي. لا ازاي بقى، هو احنا لحقنا نقعد مع حضرتك؟ معلش انا اصلي عندي الحصه الاخرانيه لازم احضرها، وكمان المدام مستنياني عشان نروح سوا. هات يا اخت الواد هاتي. هاتي عندي شغل بالالافات، والشغل عندي ما بيمشيش الا اذا كنت انا موجوده. حاضر يا ماما. طب يا نبيله الحمد لله على سلامتك يا بنتي، وما تنسيش اللي اتفقنا عليه. من عينيا يا عمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام. مع السلامه. ابي خلينا نشوفك. انت والدتك يا نبيله. ان شاء الله يا عمي. اتفاق ايه بقى ان شاء الله اللي كنت اتفقتوا عليه؟ ابدا يا ماما، ده عمي كان قال لي اني اخد الولاد يعني واروح ازورهم. ولاد ابني ما يروحوش عند ولية زي دي. عايزه تروحي تبقى تروحي بطولك يا حبيبتي. صباح الخير يا دادي. صباح النور على البنور. صباح الخير يا ماما. صباح الخير.
كدري يا حمد، انا نمتك امبارحه وما خلتكيش تنامي. ابدا، نوم العوافي، نامت نوم ما شاء الله، لما صحيت ولا مره. معقوله تبقى نامت في حضن ستها وتعيط؟ لا طبعا. خدي يا فاطمه، خدي البيت كملي لي اكلها عشان اغير هدومي عشان انزل. يلا. حاضر، من عينيا. تعالي روحي تف. يلا حبيبي، تعالي يا حبيبي. اديني ريال اخده معايا وانا بغير هدومي. خدي يا ماما، ده هيجنن عليك. بسم الله، بسم الله بحرسك حسين. امال البنت التانية فين؟ بس ماما راحت لاحمد اخويا تشوفه، خدتها معاها. نعم، يعني ايه الكلام ده؟ خير يا ماما، في ايه؟ ايه اللي خير في ايه؟ انت بتستهبلي يا بنت ولا ايه؟ خير يا ست سرايا، ايه اللي حصل فيه ايه؟ انا ولاد ابني ما يتربوش في بيت غير بيتهم، مفهوم ولا لا؟ وحد جاب سيره التربيه دلوقتي؟ مين بس اللي قال انهم هيتربوا في بيت غير بيتهم لا سمح الله؟ ما النهارده خدوا البنت دي، بكره ياخدوا البنت الثانيه، بعد كده ياخدوا رياض، بعدين انت حلمها بقى تشتغل. شبطوا في امي، بكره لا ما قدرتش اشيلهم واجيبهم ماجي، اصل كانوا نايمين، وتبتدي بقى ايه؟ تحببوهم فيكوا وتكرهوهم فيا، ده مش هيحصل. لا، ده بعدك بقى يا بنت رمزيه. يلا يا حبيبي، ما حدش هيقدر ياخدكم من حضن ستكوا ابدا. معلش، حقك عليا انا، اعذريها، قلبها مكوي على ضناه. ايه؟ يا هلا يا حسين. يا حبيبتي سلامتك يا ماما. مالك؟ مالي من ايه يا اختي؟ ما انا زي الفل اهو. اصل انا شايفه حضرتك وانت جايه كان شكلك تعبان شويه. اها، ولما لقيتيني تعبانه ما جيتيش تسنديني ليه؟ والله يا ماما كنت بنايم رياض عشان كان بيردع، ولما رجعت لك لقيتك دخلتي، فرد وصحيت وكانت بتعيط، نايمتها وجيت لك على طول. وبعدين ده انت زي الفل النهارده يا امي، تعب ايه وبتاع ايه، ده انت اجمل من كل يوم. وانت يا اخويا توك ما افتكرت ان ليك ام ولا كاني موجوده في الدنيا، حتى لو امه الفطار ما بتجيش تفطرها معانا. معلش يا ست الحبايب، مش انت برضو هتفرحي لما اجيب تقدير كويس السنه دي؟ اما اشوف ايدي على كتفك. لكن ايه اللي لم الشمع عن مغربي بقى ان شاء الله. انا كنت جاي اسال على حضرتك، ف وانا داخله كان حسام في الصاله. دي حتى نبيله هي اللي قالت لي انك انت تعبانه، انا ما كنتش اعرف. انت بتعرف حاجه ولا حاسس بالدنيا؟ ليه بس كده يا امي؟ عموما انا اول ما اخلص امتحاناتي هكون تحت امر، اي حاجه هتعوزيها انا هعملها لك. انا بعص حاجه من حد؟ انا طول عمري سداده بره وجوه، يعني ست وراجل، مش انت اللي هتعدل المايله يا اخويا. خلاص يا امي، حقك عليا، انا غلطان، عن اذنك. الف سلامه عليك يا ماما، مش عايزاني اعمل لك حاجه؟ لا يا اختي، روحي لعيالك بالسلامه والقلب دعيلك. تصبحي على خير. تصبحي على خير يا ديتا. وانت من اهله يا دناي، ربنا معاكي. ما تتشدديش قوي كده. الله، حاجي على ابنك اللي فاض. مش كده يعني، منين انت خايفه ان نبيله تسيبك؟ ومنين بقى بتبكتيها كل ما تيجي تتكلم معاكي بالشكل ده؟ سيسي امورك شويه، مش كده؟ ما تفضهمش من حواليكي. انا لو جالي شلل هتبقى انت السبب. انت ولايه اتجننت في حقلك ولا اتجننت في حقلك؟ عايزه نبيله تاخد ولاد ابني وتروح للست القابله يقعدوا يتودودوا مع بعضيهم، وتقولي لي متضايقه ليه؟ يا حبيبتي، يا حبيبتي يا روح قلبي، هي مش هتاخد الولاد للست، دي واخده الولاد لجدهم. هي ما تقدرش بس تقول له لا؟ ما تقولوش لا ليه؟ تقول له لا و300 الف لا، وكان بيصرف عليها ولا بيصرف على عيال ولا له حكم عليها؟ لا، وفريدي ده مهما كان حماها ما تقدرش تكسفه وتقول له لا. ده انا شايفاها بعينيا دول اللي هياكلهم الدود، وهي بترفض تروح لهم. علشان انت ما تزعليش، بس هم بيقعدوا بقى يتحايلوا عليها، فاتكسفت تقول لك. وان شاء الله هتنزل طولها وتروح. امتى؟ هم عازمينها بكره يعني، وهترجع كده على المغرب ان شاء الله، والاستاذ يوسف هيوصلها لحد هنا. انا ما يهمنيش هي تغور في 60 ألف، ده هي كل يهمني ولاد ابني. الله، يعني هي تروح من غير العيال؟ ده الأستاذ يوسف نفسه وأمنية حياته إن الولاد يقعدوا معاه يوم بحاله. خلاها تروح. كتر خيرك يا ست الكل، يا قمر أنت يا حياتي، أنا هروح بقى أفرحها. يا ترى هيحصل إيه في الزيارة دي؟ ماما
زمنها جاية بعد شوية جايبة لعب وحاجات. والله كان يوم جميل قوي النهاردة، ربنا يخليكوا ليا يا رب. ده انتي نورتينا، وكتاكيتك دول مالوا علينا البيت. ربنا يخليكوا يا رب، ودايما مفتوح بحسك وبحس عمي. بيتك يا نبيلة، تشرفي في أي وقت يا بنتي. ربنا يخليك ليا يا عمي، ما يحرمنيش منك أبدا. خليك يا بلبل معانا كام يوم عشان خاطر. كام يوم يا خبر؟ دي حماتي تبهدلني، انت ما تعرفيهاش. دي ما بتنامش لو بنت من البنات في حضنها. طب خلاص، يبقى سيب لنا ريهام الليله، البنت نايمه حرام تصحيها. هتعيط وهتزن طول الليل وهتصحيكي، مش هتخليكي تعرفي تنامي. ربنا يخليها لك ويخلي لك سلوى يا رب وتفرحي بيها، بس بالشهاده الاول وبعدين الجواز. ربنا يخلي لك ولادك ويبارك لك فيهم. يا ست سرية اهدي، زمانها جايه، ده المغرب مدانا بقالها ربع ساعه، يعني ما تاخرتش. تعرفي تنعطيني بسكاتك انتي؟ يعني ايه هستنى لما الفجر يدن؟ زمانها قاعده ترغي هي والسنكوحه بتاعته وجايبين في سيرتي. وهاتك يا شكاوي، ما هتصدق عاملين حبايب كده. ما هو دايما الحما مكروهه، امال ايه؟ وزمانهم بيشيلوا في العيال ويحطوا فيهم لما قطعوا خبرهم. اه يا ناري، امسكها ازاي؟ احكمها ازاي بس عشان تبطل تروح وتيجي؟ انت عاوزه تعملي ايه؟ انت عاوزه تحبسيها في قفص ولا تخبيها؟ حرام عليكي، دي شابه برضو عاوزه تروح وتيجي، ما تضيقيش عليها علشان ما تهجش منك. اهو دايما بقى ارمله الابن تبقى الام عاوزه تربطها ربط. علشان كده في الصعيد لما الواحده جوزها بيموت اخو جوزها بيتجوزها. حتى لو كان متجوز وعنده عيال، علشان كده النار بتولع عند اهل الجوز. خير؟ في ايه؟ لا مالك سرحتي كده مره واحده؟ ست سراي، ست سراي، في ايه؟ تاهت ولقيتها. الله، هي ايه؟ حسام لازم يتجوز نبيلة. ايه؟ بتقولي ايه؟ حسام لازم يتجوز نبيلة. ايه ده؟ يا مسطيش، دي الست نبيلة اكبر من الاستاذ حسام بسنين. ما يجراش حاجة، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اتجوز ستنا خديجة وهي اكبر منه بسنين. ايوه بس ده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، احنا ايش جابنا ليه؟ ده الناس هتاكل وشنا. والناس تفيدني بايه؟ لما اولاد ابني يشحططوا بيني وبين امهم وجوز امهم، ساعتها الناس هتفيدني؟ لا يا حبيبتي، اللي ياكل وشنا يدفعوا بالسم الهاري. يقطعني، يا ريت كان لساني اتقطع ساعه ما قلت الكلمه دي على لساني. يا دي النايبه يا ربي. ده كنايبه لما تلوشك. هو انا لما لم اولاد ابني في حضني كده تبقى نايبه؟ ساعتها نبيلة يبقى لها راجل يحكمها ويشكمها، لا تقدر تروح شمال ولا تقدر تروح يمين. طب وهو؟ وهو ماله؟ هو ذنبه ايه؟ يعني ياخد واحدة أول بخته متجوزة قبل كده وعندها عيال وسنها أكبر منه. صحيح الست نبيلة يعني ست هادية وتتهادى للملوك، لكن برضه كل فولة وليها كيال. وسي حسام متعلم علامة فرنجي ودنيا ودين، هيوافق ازاي بس؟ يعني ايه تعليم فرنجي؟ هيكبر عليا هقول له كلمة هيقول لي لا؟ ده انا كنت اكسر مناخيره. انا ما حدش يتحداني ابدا في اي حاجة صمم عليها في دماغي. ويبقى يوريني بقى هيعترض ازاي. امسكي يا بنتي، انا خايف يكون اتعود على صوتي وانا بغني ما يعرفش ينام بعد كده. ربنا يخليك لي يا عمي، ما احرمناش من صوتك ابدا. الحمد لله على السلامه، ما لسه بدري. مساء الخير يا ماما. مساء النور يا روح ماما. ايه يا اختي خدتك القعده؟ ما قدرتيش تقومي بدري شويه تيجي؟ الست المحترمه تقعد في بيتها، بالذات اللي ما تكونش وراها شغله ولا مشغله وعندها اولاد تربيهم، تقعد في بيتها مش تقعد تتنطط من بيت لبيت. انا بتنطط من بيت لبيت؟ لا
ده انا ما شفتش الشارع من ساعه ما ولدت رياض. اتقل لا يا سرية عشان ربنا يلطف بيكي. ايه يا اخويا انت كمان جاي تبكتني ولا تبكتني؟ انا اعرف ربنا اكتر منك، مش انت اللي هتعرفني الصح من الغلط، ولا انت خلاص بقيت المحامي بتاعها؟ تصبحي على خير يا بنتي وربنا يتولاكي، وانتي ربنا يهديكي. يا سلام يهديني ليه؟ مجنونه ماشي شعر منكوش؟ ربنا يهديك انت يا حنين. اما انت خشي بقى شقتك والصباح رباح يا بنت رمزيه. شمس وقمر ونجوم ومية وهوى وقلوب تدوب مكتوب في ليل الهوى. شمس وقمر